يعني طبعا كره القدم فيها كل شيء وارد. احنا بنمر بظروف صعبه النهارده. انا شايف ان احنا ادينا جيم كنتيجه طبعا سيئه لان خسرنا من كره يمكن وحيده المقاولين العرب، لكن معظم الجيم احنا متسيدين الموقف، لكن في النهايه كره القدم بتحسب بالنتيجه. اهدرنا طبعا اكتر من فرصه خصوصا الشوط الثاني، قدرنا ان احنا نسرع الريتم الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاولاني، رغم الاستحواذ في الشوطين كان لينا، بس الشوط الثاني كان فيه استحواذ ايجابي اكتر، قدرنا ان احنا نروح بفرصه شريف، بفرصه نيدفيد اللي عدى بيها من الجنب، كانت تطلع احسن من كده وممكن كان نقدر نحرز بيها، لكن في النهايه بتتعامل مع النتيجه. ما عملناش طبعا في الظروف الصعبه اللي احنا فيها، خارجين من بطولتين قبل كده، النهارده بتخسر في الدوري مباراه، ما عملناش غير ان احنا نشتغل نبذل اقصى ما في وسعنا. اكبر فرقه في العالم بتعدي بكبوات، النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطل، والنادي المفروض ان احنا كلمت اللعيبه كمان ان احنا نقف في المواقف القويه دي او المواقف الصعبه دي، لازم نقف فيها ولازم يبقى عندنا شخصيه اقوى من كده، لان الشخصيه القويه هي اللي بتبان في المواقف الصعبه. هارد لك لينا، لكن انا شايف الاداء افضل بكتير من قبل كده، لكن طبعا في النتيجه لما بتتحسب او لما بتطلع خسران خلاص يعني في النهايه خسرت، لكن كاداء النهارده انا شايف ان احنا افضل كتير من قبل كده. وهل شايف دلوقتي المنافسه على الدوري اتصعبت بعد الزمالك ماشي كويس والاهلي اتعصب بشكل ده في اول مباراه بعد العوده من بطوله افريقيا والبطوله العربيه؟ لو انا بدات بالجزء الاخير بتاعك، لا طبعا بطوله الدوري لسه طويله واحنا لسه فيها حظوظ او لينا حظوظ فيها قويه جدا. ما يجبش ان احنا طبعا نتكلم خالص على البطوله او بطوله الدوري، لسه بدري ونقدر نلم نفسنا تاني، دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا النهارده كان في عناصر زي ما انت بتقول، احمد الشيخ، ناصر ماهر، صلاح محسن، يعني انا وجهه نظري طبعا ان احنا كنا لازم نضخ دم او نضخ لعيبه صغيره في السن تقدر تحط رتم اسرع بالنسبه للفرقه. يمكن صلاح محسن بعد 5 دقايق اشتكى من اصابه عنده خرج على اثارها، حس بالعضله الضمه وطلب التغيير، فده كان وجهه نظري ان انا احط الشيخ، احط ناصر بقاله فتره ما كانش بياخد، صلاح كنت بامل ان هو يشتغل او يقدم لنا دور كبير جدا مع الثلاثي اللي هو الشيخ وناصر ووليد سليمان وتكمله هشام، يكمل عليهم بحيث يعمل زياده عدديه على الرباعي الامامي. لكن يعني بالنسبة لصلاح اتصاب، فطبعا لعبنا بمروان، ده الغرض بس من البدايات أو البداية، أو بدأت ببعض اللعيبة اللي هي ممكن بقالها فترة أو بقالها عايز أقول يعني محتاجين ياخدوا فرصة. كابتن هارد لك، وعايز أسأل سؤال أو عايز أسأل سؤال، هو ممكن تكون مشكلة الأهلي دلوقتي لا طبعا اكيد في بعض التاثير، يعني لما تخرج من بطولتين في 5 ايام او 6 ايام، بطوله كانت حلم كبير اذا كان بطوله افريقيا او بطوله عربيه، بطوله برضو كنا، لان اي بطوله انت بتخش فيها بيبقى عندك الهدف ان انت تفوز بيها، فدي عامله تاثير، عامله فقدان للثقه شويه. ورغم ذلك يمكن انا اتكلمت معاهم وحضرتهم نفسيا الثلاث ايام اللي هم بعد مباراه الوصل، الثقه بترجع من الاداء، يعني ممكن النتيجه طبعا يعني النتيجه لما بتكون ايجابيه بتبقى احسن، لكن انا بقول ان هم لسه في فقدان للثقه حتى لو جزء، وده باين. ازاي احنا هنعمل دلوقتي؟
ما عندناش غير الشغل، ما قدامكش غير ان انت تشتغل، ما قدامكش ان انت غير تبذل مجهود مع اللعيبه، ما قدامناش غير حاجه ان احنا هي الشغل. اكبر فرق في العالم ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر، كل الفرق عدت بفترات فيها كبوات وفيها تراجع في الترتيب. عملوا ايه؟ بيشتغلوا دايما، كل يوم جديد اكيد ان انت تبذل مجهود اكتر، وان انت توقف لعيبتك اكتر على رجليها، سواء من الناحيه البدنيه والناحيه التكتيكيه والناحيه الفنيه. الناحيه النفسيه مهمه جدا، لازم تدعمهم ولازم تبقى في ظهرهم، ما عندناش حل غير كده. واكيد يعني زي ما انا بقول، النادي الاهلي نادي كبير، واحنا بنقدر نقف على رجلينا حتى لو الظروف الصعبه دي زي ما انت بتقول كده يعني قويه شويه. خلاص، شكرا. ده كان